السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اخوان، اليوم عندنا ماكينة الحام. طبعا هون قسم الملفتات، انا هاي فكيتها من هون. طبعا هلا بدي اشرح لكم عليه، يعني هذا اللي هيك هاد، وفي ملف شوفر كمان مركب هون. هذا ملف الشوبر، طبعا فكيته هذا. هذا الملف طبعا مركب هون. طبعا غيرت المقاومات هذول كلها غيرتهم. طبعا تقريبا اغلب المقاومات مثل بعض يعني، بس هاي حبيت انه مشان تعرفوا يعني. هلا هدول المقاومات اللي هون هن اصلا، هدول الاربعه هدول هن 5.1 اوم. انا حطيت 4.7، ما كان عندي، بيمشي حال. هون المقاومات هدول الزرق، هدول حطيت 22 اوم، هن اصلا 20 اوم، كمان بيمشي حال، وباعتبارهم على التسلسل بيمشي حال. وهدول ديودات الشوتكي، هدول هاي شوفوا كويس هيك. وهدول طبعا المكثفات مثل ما هني، ما في شيء. بس ايش سويت كمان؟ طلعت اسلاك من هون طبعا، لانه في وسطي هون، ومن تحت ومن هون كمان في وسطي. طلعت اسلاك هون، لما اذا اركبوا على القاعدة تبعهم كل واحد بلحمهم مع بعض، يعني مشان تحت ما يوصل. يعني اذا ما توصل هذا الخط مع هذا الخط وبعدين بيساونيك، ما بتشتغل ماكينة او بتخربط. هلا هاي النظرة هون، بس المشكلة هون عن ملف الشوبر. يعني ملف الشوبر في خط كان مقطوع، يعني عم يجي ترددات ضعيفة. طبعا الخطين هدول هن نفسهم بيجوا من هون، يجوا طبعا الخطين تبع ملف الشوبر. عن طريق هذا العقل الالكتروني هذا اللي بيولد النبضات الاي سي. طبعا اي سيات، طبعا هدول 0 TL 084 و 3846، وهذا كمان صفر، يعني اي سي ان 0 TL 084 واي سي الرئيسي 3846. طبعا حسب الماكينات، يعني في من 3524 حسب الماكينة. طبعا بعد بيطلع من هون بيجي على الترانسفورات القيادة. طبعا هدول ترانسفورات القيادة بيمر عليهم، طبعا واحد سالب واحد موجب، يعني موسفتين عكس بعض يعني، او اي سيات، يعني بيحطوا اي سيات كمان. وبعدين بيجي على هاي النقطتين هون، هدول النقطتين، هذا الخطين الملف، هدول خطين ملف، بيجي على الملف هدول الخطين لحالهم. طبعا بيصير تحريض بقى. شلون هلا فكيت وانا طبعا فك تبعه شوي لبك، يعني مو مثل الترانسات العادية. بس على المهم هذا الخط هو عبارة، شوفوا هذا تقريبا 15 لفة، خط واحد منهم بيجي لهون، والتاني هذا كان مقطوع، يعني هذا لازم يجي لهون في نفس ال15 لفة. طبعا اللي اذا فكيناها، فكينا ال15 لفة، في تحتها 15 لفة تانية، كمان واحد هون واحد هون. طبعا هذا الملف ليش حاطين هالملف، يعني ايش وظيفته اكثر شيء الاساسية؟ طبعا هو من العقل الالكتروني بيجي على هالموسفتات،
وبيجي بعدين بينتقل من الملف، وبعدين بيجي على المسفتات الرئيسية مشان يتحكم فيها. هذا الملف طبعا هيك بيصير، هذا الملف مشان إذا صار قصر أو شور أو تعطلوا هالمسفتات، هالمسفتات هدول الأساسيات إذا تعطلوا وصار شور، مشان ما يرجع تيار عكسي لقسم العقل الإلكتروني وبينضربوا الاي سيات هدول. يعني لكل مره والله ينضرب المسفتات بينضرب العقل الالكتروني مشكله. حطوا هالملف كحمايه، كحمايه للعقل الالكتروني او الكرت الاساسي للماكينه. هذا كان درسنا، ان شاء الله استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.